أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عام مضى على الجريمة الجبانة النكراء التي ارتكبتها العصابة السعودية المجرمة بقتلهم لآية الله الشهيد النمر، وثلة من الشباب الذين طالبوا بالعدل ورفضوا الظلم. ذنبهم أنهم رفضوا الظلم ونصروا المستضعفين والمظلومين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وظن السعوديون أنهم بقتلهم لآية الله الشهيد النمر ستكون لهم الأمور متسقة ومستوسقة، ويصفو لهم الجو، ويخلد لهم الحكم، ويبقى لهم العرش. لكن هذه أماني وظنون وأحلام هؤلاء الجبابرة الذين تحدث عنهم القرآن وكتبت عنهم السنن التاريخية، وباءت أحلامهم وآمالهم بالفشل وبالسراب. وحق لنا أن نسأل، إذا كانوا يظنون أنهم نجحوا بمشروعهم، من كان يعرف الشهيد النمر؟ كم عدد الذين كانوا يصلون خلف آية الله الشهيد النمر؟ كم شخص تغنى بنضاله وبشجاعته وبجرأته؟ وكم أصبح عدد العاشقين لهذه الشخصية العظيمة الفذة النادرة في هذا الزمن الذي يرتعب ويخاف الناس من المجرمين كآل سعود وهم في أوروبا يحظون بالأمن والأمان؟ الحديث والشجاعة والجرأة والبطولة والتواضع والإخلاص والصدق في آية الله الشهيد النمر لا يجرؤ أحد في أوروبا أن يتحدث به، لا يجرؤ أحد أن يقف أمام النظام السعودي بجرأة آية الله النمر الذي هو محاصر بين هذا النظام. بل لم تكن جرأة وشجاعة الشهيد النمر، هذه الشجاعة الفريدة النادرة، فقط وهو بين محبيه وبين من يصلون خلفه. لا، في المحاكم السعودية يسأل الشهيد النمر وهو يواجه التهم، فيقولون له أنك تحدثت عن البحرين وتحدثت عن النظام فيها، فما هي أقوالك؟ يقول: تحدثت بما مضمونه، لكن أجيب آخر الكلمة وهي نص. يقول: نعم، تحدثت عن البحرين وأرفض الظلم فيها، وأعتبر أن كل من يدافع عن المستضعفين ينال الأجر والثواب، وأنا في اعتقادي أن آل خليفة لا يستحقون البقاء على عرشهم دقيقة واحدة. من يجرؤ في مجلس السلطان أن يقرعه غير آية الله الشهيد النمر؟ فآية الله الشهيد النمر بالتأكيد لم يموت، وستنتصر دماءه وتجرف طوفان آل سعود. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي. حقيقة قرآنية تقول بأن الطغاة يسقطون حينما يبلغون ذروة العظمة والجبروت والطغيان. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب، إن ربك لبالمرصاد. أما نحن وواجبنا تجاه هذا الشهيد العظيم، أعتقد أن واجبنا، وهو السؤال المهم الذي يجب أن نركز وأن نسلط الضوء عليه، لأن الشهيد أعطى دمه من أجلنا، ليس من أجلنا نحن كأشخاص، من أجل عقيدتنا، من أجل كرامتنا، من أجل حريتنا. واحدة من الأشياء التي تميزت بها هذه الشخصية العظيمة أنه لم يكن ليدافع فقط عن أبناء طائفته وجلدته ومنطقته، وإنما كان يدافع عن المظلوم في أي مكان كان
ولأي طائفة وعرق ومذهب ينتمي. كان يدافع، ارجعوا إلى خطاباته وستجدونه يدافع عن كل المظلومين والمستضعفين أينما كانوا ومن أي جهة قدموا. ولذلك مثل هذا الفكر ومثل هذا النهج يجب أن نحافظ عليه، ويجب أن نبرزه، ويجب أن نمتثل له، وهو درب ونهج وفكر لا يختصر في شخصية النمر، وإنما هو درب الإسلام ودرب الأنبياء ودرب الأئمة والرسل. لذلك نقول النمر لا يمكن أن يموت. إذا مات الدين مات النمر، إذا مات طلاب الحق والعدل مات النمر، إذا أصبحت الشجاعة صفة قبيحة عند البشرية حينها اعلموا أن النمر قد مات. ولكن هذه الأمور لا يمكن أن تموت، ولا يمكن أن يموت صوت الحق والعدالة، وأن يكون مصير المستضعفين هو الهزيمة والخيبة، لأن الله وعد وهو أصدق القائلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين غدا، بل اليوم ستشيد صروح العلم والمعرفة باسم الشهيد النمر، وستبنى المستشفيات والمعاهد والجامعات باسم الشهيد النمر، وسوف لن يكون مصير آل سعود إلا اللعنة والعار الذي يلحقهم حتى بعد أن ينطفئوا. وآخر ما نختم به هذا الحديث أو هذه الفقرة التأبينية، نقول لآل سعود كما قالت سيدتنا ومولاتنا التي امتثل لخطابها ومبدئها وجرأتها آية الله شهيد النمر، كما قالت السيدة زينب عليه السلام للطاغية في قصره: فما فريتم إلا جلودكم، وما حززتم إلا نحوركم، وسيجمع الله بينكم وبينه فتحاجون وتخاصمون، فانظروا لمن الفلج، وإن غدا لناظره قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.